السلام عليكم، معكم محمود. الروبل نزل من 75 ل 105، نزل 30 روبل، يعني تقريبا 40% 45% من سعره قبل الأزمة. قلت لكم في حلقة سابقة ان في توقعات ان بنهاية فبراير ان الجريفنا سواء في حرب او ما فيش حرب ان الجريفنا تنزل 36، ممكن مرشحة كمان 40 بس بعيد شوية، قبل نهاية مارس. بينما الروبل كان مرشح ان هو ينزل قبل نهاية فبراير ل90، فما شاء الله جاب 90 وعدى بعد 90 على مرحلتين. المرحلة الاولى وصل 88-89، وبعد كده كمل، وبعد كده رجع تراجع على 84، وبعد كده نطر تاني ل 105 صباح يوم 28 فبراير 2022، قفز ل 105. بص لقيه 105 مقفولة، مش 104.5، لقيه 105، ده السعر اللي هو السريد الوسط. الشراء والبيع بقى تلاقيه 102-107، انت بقى براحتك. في المطار بقى هتلاقي أسعار فلكية بقى في الصرافة. اللي عايز اقول لكم عليه النهاردة ان وجبة الماكدونالدز بعد السعر ده ولسه ب 300 وحاجة روبل، 340 و 350 حاجة كده، اللي هي الكومبو. الكومبو اللي بجيبه من ماكدونالدز هو حاجة واحدة اللي مسموح لنا كمسلمين، اللي هو الفيش. في ناس يقولك بيقلوا في الزيت اللي بيقلوا فيه الحاجات التانية، ما اعتقدش ان السمك بيتقلي في نفس الحاجة الزيت اللي بيتقلي فيه الدجاج او اللحم. فهنا شوفوا شكل الساندوتش، اصلا حاجة دقيقة صغيرة كده، ده دبل، والفرنش فرايز والعصير كبير. تمام، الكمبيوتر بان قدامكم، يعني شفتوه واحد طبعا قاعد بيشتغل، بس عايزين نشتغل كده في حته رايقه. المهم الوجبه دي لازالت اهو في اليوم اللي احنا فيه الاسعار المضروبه اهي بالنار. لقيت تذاكر الطيران في شركه واحده الايروفلوت زودت، ورسيه زودت، البابيدا لا، البيجاسوس زاد. لا خلينا نتكلم على الشركات الروسيه عشان انا ببص عليهم كل يوم، مع ان بقالي النهارده دخل في اليوم الثالث عمالين نتردد على المطار وما بين مواقع التذاكر بتاعت شركات الطيران، عشان ناس كتيره بتسافر دلوقتي من موسكو وبيتر، ناس كتيره جايه من اوكرانيا عايزه تسافر بره خالص. تعرفين الحدود، قصدي الاجواء الاوروبيه مغلقه امام الطيران الروسي، فما فيش ذهاب ولا عوده للطيران الروسي او طيران الدوله المقابله، فما فيش حاجه مفتوحه غير المنطقه الجنوبيه اللي هي تركيا و جورجيا وأذربيجان والصين طبعا والهند، الناحية دي كده كازاخستان مفتوحة، دي الطريق اللي هو الممر الملاحي اللي ممكن تروح بيه للخليج، إذا كان بقى تركيا مباشرة. لكن عندنا مثلا أوكرانيا مقفولة، الجنوب الروسي، روسيا هي اللي قافلاه، فورونيج، ساراتوف، راستوف، كراسنادار، بيلغورد، أستراخان، المنطقة الجنوبية دي كلها، طامبوف، فولجوغراد، كل المطارات دي، المنطقة دي المجال الجوي مقفول، فلازم الطيران يمشي كده ياخد ساعة ونص أو ساعتين زيادة، بعد كده يروح بقى شرم الشيخ، الغردقة، القاهرة، عمان، بيروت، دبي، كل ده لازم تاخد الكوبيبة دي. لكنك تعدي مثلا من عند أوكرانيا لا، تعدي من أوروبا لا، تروح أوروبا لا، قفلت بقى دنمارك وألمانيا وبولندا واليونان وإيطاليا، دول كتيرة، ورومانيا وتشيك سلوفيكيا، دول كتيرة قفلت المجال الجوي أمام الطيران الروسي. مش عارف إيه لازمتها، ليه العكنانة دي، ليه العكنانة، هتفرق إيه مع يعني، أو هتضغط على روسيا في إيه، هتضغط علينا إحنا كشعب. ففي حاجات كده عقوبات تحس إنها كانت مبيتة مسبقا وطلعت وقت اللزوم، حاجة تعكنن على الناس بس. تمام، ما تعكن عليا يعني، هكره الدولة بتاعتي؟ لا، انا هكره اللي عمل الاجراء. احنا مش اغبياء يعني، ما يجيش واحد مثلا يطقشني في اخويا، او مثلا يسيبني في اوضه لوحدي مع اخويا وعشان انا مش مرتاح مع اخويا اقوم ضرب اخويا. لا، انا هضرب اللي فرض عليا ان انا واخويا نقعد في اوضه مزنوقه. واحد يعني ساب لنا يعني ساب الدنيا كلها وجي زنقك، قال لك انت ما تطيرش في الحته دي. طب يا عم انا اللي هطير، انا المواطن، فانا هتضايق يعني. لكن الاداره مثلا، لو هي مثلا على سبيل المثال في الوضع الروسي دلوقتي،
روسيا بتحاول الشركات الطيران، شركة طيران مستقلة، ان هي تلاقي سكة تانية للطيران او تلغي الطيران لاوروبا اصلا. ما انتوا اللي قفلتوا من عندنا، احنا هنعمل ايه؟ فانا كشخص متضرر مش هكره روسيا ولا هكره الشركات الروسية، لان هي مش هي اللي عامل القرار ده، اكره الاوروبيين اللي عملوا الحركة دي، القادة اللي بيلطش عايز يضر روسيا وخلاص باي شكل. يعني في حاجات تانية تتعامل، بس يعني هي تحس كده ان هو احيانا بتكون كراهية عنصرية للشعب كله، يلا تعذبوا بقى ولعوا، ربنا كريم. فبقول لكم يعني في الايام دي الاسعار بتاعت الطيران من النهاردة عمالة تغلى وتغلى، بالذات من مطارات موسكو المختلفة. ليه؟ لان زي ما قلت لكم او قلت للناس، احتمال مطار موسكو كمان يتقفل لو الحرب وسعت شوية. مرور الأيام مش هيخلي الجانب الروسي ييأس، لا ده هيحاول طرق تانية، ده توقعي يعني، مش حاجة أكيدة يعني ولا معلومة استخباراتية ولا أي شيء، مجرد بس توقع. فقبل ما الموضوع ما يتطور الهجوم ونضطر بعد كده نقفل مطار موسكو ومطار بيتر وما تلاقيش حتة توديك في أي حتة، الطيران يبقى خلاص بقى ينتقل لحته تانية، تسافر بقى من كازان ولا من يكاتيرينبورغ، ما اعرفش تروح فين ازاي اصلا، من عن طريق كازاخستان او من طريق الصين، تبقى لفه طويله وطبعا سعرها عالي جدا. فقبل ما يحصل ده كله بقول للناس اللي عايز يسافر وخد قرار السفر يسافر دلوقتي. فانت ان شاء الله يعني ظبط نفسك، سافر بسرعه، احزم حقائبك ما دام قررت تسافر من روسيا. تاخير يا اما يكلفك كتير يا اما مش هيسفرك اصلا. ده كان كلامي النهارده. الاسعار تقريبا زي ما هي هتغلى، انا مش بقول ان الاسعار مش هتغلى فلوس، هتغلى، بس انا بلحق قبل ما تغلى ان انا اشتري وجبه، اشتري اكله، لكن طبعا اكيد مش هنشتري كل حاجه. لعله خير والدنيا تتظبط. طبعا هنلاحظ ان البضائع مع الوقت يعني بعد شهر شهرين لما المخزون يخلص هتلاقي بضائع كتيره اجنبيه مش موجوده في السوق الروسي. ونرجع بقى 20 سنه لورا ايام ما كان البضائع محدوده ومفيش حاجات مستورده تقريبا يلا خير، ربنا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.